ومن جملة الافتراءات والأباطيل قول بعض الناس إن الرسول أراد أن ينتحر، على زعم لما انقطع الوحي فترة، فترة من الفترات انقطع الوحي، مدة يعني مدة انقطع الوحي. شو بيقولوا بعض الناس الخبثاء؟ قالوا على زعمهم الرسول طلع إلى ذروة الجبل وقال ألقي بنفسي فأموت فأستريح. هذا كفر، هذا كفر، هيدا فيه نسبة الكفر إلى الرسول. إذا واحد قالكن كيف عم بتقولوا فيه نسبة الكفر إلى الرسول والقتل بغير حق هو أكبر ذنب بعد الكفر؟ طيب وين نسبة الكفر بهالكلام للرسول؟ لأن قتل النبي كفر وإرادة قتل النبي كفر، فلما يكون عزعم أراد أن يقتل نفسه يعني كفر. اللي بيسب نبي بيكفر أو لا؟ فكيف الذي يقتل نبيا؟ شفتوا ليش؟ يعني على زعم النبي أراد أن يقتل نفسه يعني أراد أن يكفر. وهل هذا يقوله مسلم؟ لعنة الله عليهم لعنات متتاليات، لعنات الله تترى عليهم لعنة بعد لعنة. هؤلاء الذين يقولون الرسول أراد أن ينتحر جعلوه كافرا، جعلوه فاسقا، جعلوه جاهلا، وحاشاه، الرسول ما أراد أن ينتحر، ما أراد أن ينتحر. ثم أليس الأنبياء لهم معجزات والأولياء لهم كرامات؟ لما سيدنا خالد بن الوليد قالوا له احذر الأعاجم، عندما ذهب ودخل إلى الحيرة وهناك عرفوا بأنهم يضعون السم لمن يريدون التخلص منه، فشو قالوا له لسيدنا خالد؟ قالوا له احذر فإن الأعاجم يضعون لك السم. شو قال لهم سيدنا خالد؟ أين هو؟ أحضروه نجيب السم، سم قاتل في وقته. فأحضروا له السم، أخذه قال بسم الله، ثم اقتحمه شربه فلم يمت خالد. هل هون بنقول خالد انتحر؟ لا، لأنه اجته إشارة أنه لن يضره. حتى الولي في مثل هذه الحالات بيكون اجته إشارة، ليس يقدم فورا على مثل هذه القضايا هكذا بدون إشارة، بإشارة. فهل بيكون سيدنا خالد منتحر؟ حاشاه. سيدنا يونس أليس ألقي في البحر؟ هل أراد أن يقتل نفسه؟ هل أراد الانتحار؟ لا. شفتوا كيف؟ الرسول عندما طلع إلى ذروة الجبل ما قال أقتل نفسي، اللي بيقول قال أقتل نفسي هذا كافر، ما قال فأموت فأستريح، اللي بيقول قال الرسول هذا فهو كافر. الرسول كان يظن أنه إذا ألقى بنفسه لا يلحقه ضرر، وهذا التردي مع السلامة يخفف عنه من شدة الشوق إلى الوحي مع اعتقاده السلامة. بس هو ما قال بدي انتحر، ما قال فأموت فأستريح. اللي بيقول أو بيعتقد أن الرسول أراد أن ينتحر أو قصد أن ينتحر أو قال أريد أن أموت فأستريح فألقي بنفسي، بيكون نسب إليه الكفر والفسوق، فهو الكافر وليس الرسول. فهمتم القضية؟ بعض الناس في الماضي قالوا هذا الكلام، هذا موجود بكتاب مشهور جدا في السيرة. أنا أول ما شفت العبارة انصدمت، ما كنت بظن أنا في عاقل بيقول هالكلام. هلا هون بهالعصر في واحد بفرنسا من الشمال استنتج برأيه فكفر، قال الرسول أراد أن ينتحر. واحد مصروع بيدعي أنه بيقرأ بالكتب وبيقرأ لحاله وبيفسر لحاله، بس من المتقدمين حتى رأيت ذلك في كتاب مشهور جدا يقول طلع إلى ذروة الجبل فقال ألقي بنفسي فأموت فأستريح. أعوذ بالله العظيم، ما هذه الجرأة على الأنبياء؟ ما هذه الجرأة على أنبياء الله تعالى؟ الذي ينسب هذا إلى الرسول فهو كافر، ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. وأيضا
من جملة الأكاذيب والافتراءات التي تكذب على الأنبياء وعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يقوله بعض الدجاجلة الشياطين والعياذ بالله تعالى من أن يوسف زنى أو قصد الزنا، وهذا ذكرناه في الدرس السابق، لكن نزيد الآن دليلا على براءته الظاهرة، براءته ظاهرة، لكن من أوضح دلائل البراءة في قصة يوسف اعتراف زليخة. هي اعترفت، قالت الآن حصحص الحق ظهر وبان، أنا راودته عن نفسه. اعترفت، هو الزوج زليخة الحاكم هو الذي قال ليوسف أعرض عن هذا. ماذا قال لزوجته؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لم يقل ذلك ليوسف بل قال ذلك لزوجته، وهو الحاكم، هو الرئيس. هذا دليل فعلي على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. فإذا الأنبياء أطهر خلق الله عليهم الصلاة والسلام، والله أيدهم بالمعجزات الظاهرات الباهرات التي تدل على صدقهم وعلى صدق دينهم الإسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام مسلم مؤمن نبي رسول، جاء بالإسلام ودعا إلى الإسلام وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحذر من الشرك والكفر والضلال. وعيسى عليه الصلاة والسلام ما قال اعبدوني وأمي من دون الله، بل قال ما أخبر الله عنه في القرآن، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض معجزات عيسى المسيح عليه وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.